فيروس نقص المناعة البشرية. فيروس نقص المناعة البشرية جرثومة تسبب مرض اسمه الإيدز أو السيدا. يؤثر فيروس نقص المناعة البشرية على كل من الرجال والنساء، وبجانب الفيروسات الأخرى التي تؤثر علينا أيضا، فلديهم مضاعفات مختلفة على صحتنا وعلى الصحة العالمية. منذ إصابتنا بفيروس نقص المناعة البشرية إلى أن يتطور مرض السيدا، ممكن أن تمر فترة تناهز تقريباً 10 سنوات. خلال هذه الفترة لا نحس بأي نوع من الأعراض، ويمكننا أن نتمتع بصحة جيدة. يهاجم فيروس نقص المناعة البشرية مناعات جسمنا. إن مناعات جسمنا هي المسؤولة عن حمايتنا من الأمراض. عندما تقل مناعات جسمنا بسبب فيروس نقص المناعة البشرية، يتطور مرض السيدا. من المهم جدا أن نعرف أنه منذ اللحظة الأولى التي يكون لدينا فيروس نقص المناعة البشرية، يمكننا نقله إلى أشخاص آخرين. إذن كيف ينتقل هذا الفيروس؟ عن طريق جميع أنواع العلاقات الجنسية، عن طريق المهبل أو الشرج أو الفم، عن طريق الدم بمشاركة أدوات النظافة الشخصية مثل فرشاة الأسنان، أو مشاركة الأدوات الحادة مثل شفرات الحلاقة أو الحقن، من الأم إلى الجنين خلال الحمل أو الولادة أو الرضاعة. وكيف لا ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية؟ عند المعانقة أو المصافحة، عند ممارسة الرياضة، عند العمل معا، عند مشاركة أدوات المائدة، عند الأكل أو الشرب من نفس الكأس، أو عند التقبيل. وتذكر أن لا البعوض ولا باقي الحيوانات تنقل فيروس نقص المناعة البشرية. كيف يمكننا تجنب عدوى هذا الفيروس؟ استعمال الواقي الذكري دائما في جميع أنواع العلاقات الجنسية، عدم مشاركة أدوات قد تسبب نزيف الدم، أدوات النظافة الشخصية أو الأدوات الحادة مثل شفرات الحلاقة أو الحقن. يجب على النساء الحوامل زيارة الطبيب. ولذلك تذكر استعمال الواقي دائما. يوجد الواقي الذكري والواقي الأنثوي وكلاهما فعالين. مهما كان الذي سوف تستعمله، فيجب علينا التأكد من تاريخ صلاحيته. كن حذرا عند فتح الغلاف لكي لا تتلفه، ولا تفتحه بفمك، وكن حذرا مع أظافرك عند فتحه. في حالة الواقي الذكري يجب استعماله دائما عندما يكون القضيب منتصبا. في حالة الواقي الأنثوي يجب إدخال الطرف المغلق في المهبل تاركا الحلقة الخارجية في الخارج. تذكر أن كلاهما يصلح لاستعمال واحد فقط، ولا يمكننا استعمال الواقي الأنثوي والذكري في نفس الوقت. كيف يتم الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية؟ عن طريق الاختبار السريع الذي يمكن أن يكون بالبزاق أو الدم. في حالة وجود نتيجة إيجابية، يجب عليك الذهاب إلى المستشفى لتأكيد ذلك باختبار الدم، حيث يتم إرسال كل أنبوب من الدم إلى مختبر لدراسة شيء مختلف. ولكن لا تقلق، لأن جسمنا يعيد إنتاج الدم، وفورا تعود لك نفس كمية الدم التي كانت لديك من قبل. بمجرد تحليل الدم يتم طرحه إلى القمامة، لا يتم بيعه ولا إعطاؤه لأشخاص أخرى. إن التشخيص المبكر مهم جدا، لأنه بهذه الطريقة يمكننا البدء بعلاج المرض مبكرا. إن العلاج لا يشفي من المرض، ولكنه يسيطر عليه. مع مراقبة جيدة للعلاج والسيطرة عليه من قبل الطبيب، يمكننا أن نعيش حياة طبيعية وصحية.